السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة. تصريح من تربية الكرخة الثانية بشأن المحاضرين وموعد توزيع الكتب. أكدت مديرية تربية الكرخة الثانية تقديم تسهيلات عدة لمحاضريها وفقا لصلاحياتها المحددة لتحقيق العدالة بين الكوادر التدريسية، مشيرة إلى حاجتها إلى 500 مدرسة جديدة للقضاء على الدوام المزدوج وفك الاختناقات، فيما حددت مطلع الشهر المقبل لتجهيز جميع مدارسها بالكتب. وقال مدير عام تربية الكرخة الثانية قيس الكلابي إن المحاضرين لديهم نفس الامتيازات وعليهم نفس الواجبات. فيما يخص الملاكات أن المساواة ما بين الواجبات والحقوق قد تكون غير صحيحة بالنسبة للمحاضرين باعتبار رواتبهم أقل من الملاكات، ومن المفترض تقديم تسهيلات لهم. وعلى ضوء ذلك اتخذنا قرارا في المديرية بعدم الضغط عليهم كثيرا وحسب حاجة المحاضر، والذين ليس لديهم جدول دروس في أيام معينة لا نلزمهم بالدوام والحضور الإجباري. وأضاف أن المديرية تقدم التسهيلات للمحاضرين بحدود صلاحياتها مع الحفاظ على العملية التربوية، مؤكدا أن المديرية تسعى إلى تثبيتهم ضمن مناطقهم أو بالقرب من منطقة لهم، حيث أن الكثير من الطلبات تأتي مسبقا كان لا يتم الموافقة على المحاضر إلا إذا وجد شاغر، حيث يجد الشاغر في مدرسة نائية بعيدة عنه. وأشار إلى أن قانون التقاعد الذي أقر قبل سنة أو سنتين ترك ثغرات كبيرة، حيث أخرج عدد كبير من متخصصات مهمة مثل الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية ذات خبرة طويلة في مجال التدريس في الوقت الذي يستطيعون فيه أن يقدموا الكثير، لكن هذا قانون وطبق، لذلك عوضناهم بالمحاضرين وما زالت هنالك حاجة إلى بعض التخصيصات. وذكر أن عدد من المدارس التي تضم دواما ثلاثيا لا يتجاوز 15 مدرسة في كل من الكرخة الثانية، مشددا على أهمية أن يكون الطالب العراقي في نفس منزلة الطالب في الدول المجاورة، هذا يعني أن يكون الدوام لوجبة واحدة في كل المدارس وفك الاختناقات بعدد الطلبة في الصفوف. وأكد على أهمية أن يكون الدوام أحادي في كل المدارس مع فك الاختناقات في الصفوف، لذلك نحتاج إلى ضعف المدارس الموجودة، حيث نحتاج إلى ما يقارب 500 مدرسة جديدة في الكرخة الثانية. ولفت إلى أن وزارة التربية ومديرية المناهج عقدت مع مطابع محلية من القطاع الخاص والحكومية والمطبعة التابعة إلى وزارة التربية، وسيكون تجهيز الكتب 100% مبينا أن مطلع الشهر القادم ستجهز جميع الوجبات من الكتب وتعويض المدارس كلها.